السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعتذر أني أحدهم يتصل صراحة، وهذا يعني يشوفني في المباشر، يعني أخر الاتصال أخي الكريم إلى وقت لاحق، يعني قطعت عن البث وهذا لا يليق صراحة، هذا لا يليق. أحدهم اتصل فقطع عن البث وهذا لا يليق، هذا لا يليق صراحة، لا يليق. وكم من مرة قلت لكم بارك الله فيكم، إذا كنا في بث ما تقطع عن البث والاتصال، وعيزكم بخير. فعذرا إخواني، البث ما قطع من عندي، لكن قطع بسبب أن أحدهم اتصل باتصال، ولكن هذا الله يهديه. أحدهم انظروا كيف يأخذ مقاطع المرضى ويستغلونها ويضعون على العنوانات. مثلا أحدهم كتب تساؤلات واستفسارات لأخينا الراقي نعيم ربيع بخصوص إسلام إبليس والشيطان الأسود. أين هي تساؤلاتك؟ أنا ما وصلتني، سمعت ولا لا؟ يعني هذه أمور عظيمة. أحدهم كتب وصلت الجرأة ببعضهم حتى قال إبليس بإسلام إبليس، وكتب رؤوس يملأها الهواء، سلمنا الله إياكم، يعني رأسي مليء بالهواء. وقال أني أقول أن إبليس أسلم. أين قلت هذا؟ أين كتبت هذا؟ أين ادعيت هذا؟ توبوا إلى الله. وتجد أن المنشورات يعلق عليها واحد، جوج، خمسة، عشرة، هذوك التعليقات اللي كيعلقون الناس صحابهم، دايرين دارت، خلاك بور، دايرين دارت. لما يدير منشور صحابو ينشروا ليه، يكتبوا ليه، والآخر حتى هو صحابو يعلقوا ليه، وهكذا. لا يعرفهم أحد. لا يعرفهم أحد. دايرين دارت، تعرف دارت؟ لا يعرفهم احد. دارت، عقل على دارت. طيب، احدهم كتب سلسله تشخيصات وشهادات خرافيه نسبت الى السنه والقران وشوهت الرقيه، واضحكت علينا ابن العلمان الراقي نعيم ربيع، جنيه من المملكه السعوديه، تطط جنيه في السعوديه مطاوعه هي واخوها لانقاذ السيده من شيطان. أنا كتبت العنوان، نعم صحيح، ما كذبت فيه، والمقطع موجود، ها هو، أدل الناس عليه، وكل من يتذكر هذا، ها هو. وربما وضعتها في سلسلة خوارق الجن والشياطين مؤخرا، وركزت عليها وبينت قصتها وحالتها، وكيف سجنت هذه الأخت في الخليج، و قلت أنسيت في غيابة السجن كما نسي يوسف عليه السلام، وذكرت قصتها وشفيت بإذن الله عز وجل، كانت تعاني من أمراض خطيرة جدا، وارجع إليها وشهادتها، وارجع إليها كيف كانت وكيف جاءت وكيف كانت تبكي في التشخيص، وكيف شفيت وعالجت وكيف اعترفت بعد إسلامها، بعد شفائها بإذن الله، مفهوم؟ طيب، وبالفعل كانت في، وانا اؤكد هذا واقره، هل تظنني حينما تقول هذا الكلام اني ساتنحى؟ ازيد عزما واصرارا، لا على الباطل، وانما على الامور التي اراها انا باجتهادي انها لا تخالف الشرع، وعندي عليها نصوص العلماء. وحينما اتي بدروس وبتوجيهات ونصائح للعلماء ابين فيها ما اسير عليه، لا يلتفتون الى قول العالم، كأني أنسب الكلام لنفسي، كأني أكذب على العلماء، مع أني أرجع الكلام إلى المراجع، أقول في كتاب كذا، في الصفحة كذا، في المجلد كذا، في الصفحة كذا، ومع ذلك الناس لا تريد أن تفهم. قد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، وينادون بالمناظرة المناظرة المناظرة. علاش غادي تنظرني حبيبي؟ باش جلس حدايا عض ودنيك، تعض ودنك، شي ودنك طولها وتعضها
واللي كيقدر يطول ودني وعضه هو الحمار. حاشاكم كرهكم والله، ملي سبيتوني بالحمار وسبيتوني بالبغله ما نسبكش، ناخذ كمثال وديك الطوال وتعضها، لن تتشرف بجلوسي بجانبك. ودنيك تعضها وتقولي بسمية المناظرة المناصرة غيرها من الأسماء، أنا لن ألتفت إليك، لأنك بالنسبة لي أنا لست على شيء، ولا بالنسبة لي لست على شيء. أقول للمؤدب، للخلوق الذي يريد الدليل، الذي يريد طاعة لله التبيان، جلي ما يتضح لك أنه شبهة أو أنه خطأ، وحين إن لم أجلي لك أنا بالدليل وبالحجة وأقنعك أو أبين منهجي حينها، حينها قل ما شئت. لكن أنك تأتي وتعض على الباطل وكأنه هو الحق وتبدأ تنشره بين الناس، أنت آثم. وتقول مناظر، واش هذا الأسلوب ديال المناظرة؟ لا تفرق بين الصاد والضاد، وتقول لي المناظر لا تفرق بين شيطان، بين إبليس الذي هو من المنظرين والأبالسة، وتقول لي ديال المناظرة واش ديال السكر؟ أنا نضيع أنا وقتي ونضيع الجهد ديالي معامل معامل مناظرة قلت. طيب، يستدل بالآلوسي وابن تيمية على إمكانية رؤية الإنس للجن قبل التشكل. أتحداك أن تأتينا من كلامهم أنهم خاضوا في ماهية الجن الغيبية. وهل أنا خضت في ماهية الجن الغيبية؟ هل خضت في حقيقة الجن الغيبية؟ هل جازمت بهذا وقطعت وأكدت؟ ما ترى هذا مفهوم؟ هذا هو الإشكال. كل يريد أن يكون عالما واعظا مرشدا عالما إماما، وما حصلوا قفة حمال لكن عنده وعي في عقله. كنتمنى الكلام يكون شوية خفيف، كنتمنى الكلام يكون شوية خفيف على أي. أحد قال: مما خلقه ربنا جل في علاه من الحيوانات متنوعة، منها ما يوجد في الغابات والجبال، وهو التي كالتي نراها في الحدائق مثلها، ومنها أسود، كلاب، ذئاب، خنازير، حمير، ثعابين، جمال، إبل، حية، وقرود وغيرها، وهذه معروفة حجمها وشكلها ولونها ولقائمها. انظروا، يكتبون. ليس هناك بحث، ليس هناك دليل، ليست هناك يعني مقارنة استنتاجات استدلالات، أبدا. كلام ديال القهوة، كلام ديال العامة، باش تقول لك الإنسان كيتكلم، كلام ديال العامة ديال العوام. طيب، وهذه الأخيرة وغيرها، وهي معروفة حجمها وشكلها ولونها وقوائمها وشعرها وقرونها وأسماؤها ولسانها وحقتها. وهذه الأخيرة هي الحيوانات التي ذكرت، أي أسود، كلاب، ذئاب، خنازير، حمير، ثعابين، جمال، إبل، حية، قرود. ممكن للجن والشياطين تشكل على صورتها وشكلها كما في بعض النصوص والأحاديث، خارج الأجسام وليس داخل الأجسام. طيب، هذا الكلام شوية مقبول يرد عليه. النوع الثالث والغريب والجديد هو الذي اخترعه بعض الرقاة، وهي حيوانات تدخل إلى البدن، يعني أنا من اخترعها. اسمع سيدي، هذه خصك تخليها حصريا، وحقوق الطبع وحقوق الاختراع، براءة الاختراع، براءة الاختراع عند نعيم ربيع. بمعنى إذا كان راقي في الصين لن تزرع عنده هذه الأنواع، هذا براءة الاختراع. إذا كان راقي في الجزائر لن تزرع عنده، في السويد لن تزرع عنده، هنا براءة الاختراع. لكن أقول إذا جلها الله عز وجل في كل جهة وفي كل قبلة وفي كل قطر وفي كل بلد، ليس براءة اختراع، قد نقول براءة بحث. براءة بحث واجتهاد، وحينما يسير على اجتهاد آخر في بلد آخر يراها. بمعنى جليت له، هي موجودة لكن كانت خفية، بينت له الطريقة والكيفية والتعامل، فجلاه عند ناس كانوا يعذبون هناك، فسلط نفس الطريقة فجل الله العدو. هنا بحث، مفهوم؟ هنا بحث. أيها 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 أيها، لكن لم يستطع أي راقي أن يصفها ويحدد شكلها ويقوله. طيب، مفهوم؟ طيب، خير. خلك واحد من الأخر. من قصد إبليس الذي أبى واستكبر بأنه أسلم فهو كافر مكذب لله والقرآن الكريم.
أما ما دون ذلك فهو مبحث لغوي يحتاج بحث وتحرير. الكلام في أخباركم حين. الذي يدعي رؤية الجن غالبا ليست من خدمتهم له أو خدمته لهم، فهمها يا لبيب. وأنا لا أدعي رؤيتهم، رأيت أنا قلت وأعيد، ما رأيتهم يقظة وما رأيتهم مناما، ما أراهم يقظة ولا منام. وربما والله أعلم أقرأ عليكم الطيح، والله أعلم قد تكون أنت تراهم، ربما أنا لا أراهم لا يقظة ولا مناما. يعني يقول من يدعي رؤيا يعني يقصدني أنا، أنا ما أرى بفضل الله سبحانه وتعالى. أحدهم يقول أخي ربيع ممكن توضح؟ أول أنت كتقول لي أخي ربيع ممكن توضح، أنا ما كنشوفكش، أنا غير وصلوا لي ناس هادشي، أنا مبلوكيك. ما الأخوة في الله عز وجل؟ نعم، لكن بيني وبينك بعد المشرقين. هذا الذي يقول لي أخي ربيع، نقول لكم قصتي معه. قبل سنة ونصف أو سنتين أظن، في أحد الأيام أحد الإخوة قال لي أن أحد الإخوة كتب عليك منشور، وكنت في المركز، في مركز القدس الذي أقف فيه الآن، بكل أدب، وهذا طبعي صراحة، دخلت على الجو على الحاسوب بحثت على اسمي وجدت عندي، ما كنت أعلم أنه مع الأصدقاء، ما كنت أعلم أنه مع الأصدقاء. دخلت عنده وكتبت السلام عليكم ورحمة الله، يشرفني أن يكون لي أخ ناصح أمين وكذا، والدين نصيحة وكذا، فإذا كان عندك أي إشكال مرحبا به، تعال عندي أواتي عندك وكذا، وبينت له بالسنة بأدب وأرسلت له الرسالة وتوصل بالرسالة. فما كان منه إلا الإصرار على الخطأ. في المساء أعاد سبي أو في الصباح، فماذا قمت؟ عملت له الحظر إلى يومنا هذا، عملت الحظر إلى يومنا هذا، خلاص أبقى نتحك معك توسخني، عندي ما ندير بالوسخ، عندي ما ندير بالوسخ، القذارة ما عندي ما ندير بها. إنسان شي يكون ملط ملط، محسنها بجيلت حتى بان الجلدة، محسنها بسبعة الشفرات حتى بان الجلدة، ولكنه خلوق ومتدين وفيه الأدب والصواب، حسن لي موحد لهنا وقلبه كحل ومريض، فهمت يا وخذ مني. بقات في اللحية، بقات في القميص، وبقات في قال الله قالت قال الله قال رسول الله. ما كنستخفش، احنا كلنا أمة دليل، والكتاب والسنة دعوني بليل النهار، ولكن مش ادعاء، مش ادعاء، عيب حشومة، ولكن العيب على اللي خرجوه من الوجود، واللي العيب عليهم صراحة. أما مثل هادو أبحال هادو لا يستحقون حتى الجلوس معك في قرعة الطريق، فما ظنكم باسمك وتدير له جيم وتعلق عليه؟ يعني شد الوساخة وهذا القذر وصلنا له يعني صراحة. كيف عرفت أن هذه الجنية أنثى؟ أخويا كيف عرفت أنه أنثى؟ نجاوبك واحد الجواب وتسمح لي، نجاوبك واحد الجواب. حضرت عقيقتها، حضرت حقيقتها هذه الجنية بالضبط، أنا حضرت حقيقتها، العقة ديالي حضرت ليها، داكشي علاش انا عارف انها جنية أنثى، واضحة صافي. انا مع الجن، واش ما كتعرفش؟ انا مع الجن. كيف عرفت انها متزوجة؟ حضرت زواجها، حضرت عرسها، حضرت عرسها، كنت من المدعوين بصفتي ملك الرقى وبصفتي واعظ الجن وأدعوهم من الإسلام، أعطوني دعوة خاصة وأخذوني في المنام وحضرت لعرسها،
وجئت محمل بالهدايا، هدايا نفيسة وغالية. وكيف عرفت وقوع الجماع بينها وبين الرجل؟ ألا تعرف؟ أنا من أمضى على، كنت حاضر من شهود الزواج، ومن صرفت حتى تأكدت أن ليس عند زوجها ربط أو ثقاف، حتى قالوا خلاص قد دخل بها. وبالتالي تيقنت هكذا، والحمد لله، وأنجبت بنين وبنات، خلفت بنين وبنات، وأصبحت في نعمة الحمد لله. وجنية تعرف، جنية طيبة، ألا تعرف هذا؟ إيه لك من طيب. نجي لواحد آخر، قال لك أضحك سعيد بن علمان يا نعيم ربيع، إسلام إبليس الذي سبب السرطان. ياك أنا ضحكت عليكم بني علمان، وياه وعندك الحق صراحة، ضحكت عليكم بني علمان. ماذا تقصد بني علمان؟ لماذا لم ترد على بني علمان حينما تكلموا عن الرقى في البرلمان؟ على الاشتراكية تكلمت، ولماذا لا ترد على بني علمان حينما حاربوا الرقية باسم بركان؟ ولماذا لا ترد على بنو علمان الذين يؤطرون ويضعون الجسور للأضرحة وللأزلام؟ فمن يتصدى لبنو علمان ومن يؤيد بني علمان؟ لا أراك إلا منهم، لا أراك إلا بوقهم وجاسوسهم الذي دس وسط الرقى. وعلى الإخوة أن يعيدوا النظر في هذا، فما أنت إلا جاسوس، ورائحة كانتنا طار بها الإخوة والإخوان، وعلم ان اعلم انك جاسوس من جواسيس بنو علمان، ومنذ ان وضعت قلمك في الرقية وهي في الدون، فرقت بين برغراغ سلاربات، وفرقت ما بين جسر الدار البيضاء ومراكش واكادير. منذ ان جئت بالنكال وبالعذاب على الرقية وعلى الرقى. لا أراك إلا أنت من بنو علمان، وأنا أعرفك وأعلمك، لكن إنسان ما كان بغيش نآذي، فهمتي؟ أنت جاسوس لست براقي، وعلى الإخوة أن يحذروك، والأيام ستجلي كلامي، مفهوم؟ هذه هي حتى تفهم. جئت فجعلت العداوة، وأوقعت فلان، وحطمت فلان، ونحيت فلان، ولا أنت لا عالم ولا طالب علم ولا باحث ولا راقي ولا مخلق ولا مؤدب. شنو هذا؟ ذلك هو الضلال والعظيم. طيب، قال استر أخاك يكون فيما يخصه سرا وجهرا، إن لم يكن ينشر البدع والخرافات. أما قوله بإسلام إبليس للعوام، وجب التحذير منه في منهجه. ويا أخوة، هل قلت أنا بإسلام إبليس الذي هو من المنظرين؟ طيب، سؤال، هل الجسم الذي يحمل الشيطان يتشكل ككلب في الجسم؟ هل يجوز الصلاة وهو في البدن، علما أن لعاب الكلب نجس؟ يا فقيه زمانك، يا حبر، يا علامة يا فهامة، كيتي 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 يا ويتي ويتي. اسمعوا اسمعوا، قال لك هل والله العظيم للجهل يسطر بمداد من دم. اسمع اسمع، هل الجسم الذي يحمل الشيطان يتشكل ككلب في الجسم؟ اسمع اسمع، التالي يقع صعب. هل يجوز قد يكون منضحكم، هل يجوز الصلاة وهو في البدن؟ يعني الأخت فيها كلب، جيني على مثلا كلب، صلاتها باطلة. علاش؟ لأن لعاب الكلب نجيس. يا كيتي يا كيتي يا كيتي على الفقه، يا كيتي يا كيتي على الفقه، كويت كويت كويت. اسمعوا، قال لك الأخت اللي فيها كلب
مثلا شيطان تجسد في كلب او ادعى انه كلب، صلاتها باطله. لماذا يا اخي؟ لان الم تعلم ان لعاب الكلب نجس؟ وي وي، واش كنقول لكم؟ مش احنا من مخاريف مع مجاهيل مع الحماق. طيب ليت مع الحماق، والله العظيم ليلة مع الحماق، ليلة مع الحماق، بالله اقسم بالله يا الحماق. اسمع اسمع، والله العظيم اشهدكم ان شاء الله، فكروني لا نسيت، ان هناك مشروع مثل هذا وغيره من المشروعات تحتاج الى فيديو، لان الان في صدد سلسله اخرى جديده، راح نخرج واحد من السلسلات في خرافات الراقي، انا سميته خرافات الراقي المغربي، سميت على راسي، وافحم الاعداء، ساجلدهم جلدا بالبحث وبالادله جلدا، فابشروا يا متابعين، هذا وعد، ما من مساله الا وان شاء الله نرد عليها بالدليل، بالكتاب والسنه، باقوال اهل العلم، بالاجتهادات وبالمقاطع وبشهاده الناس، نجلي حقيقه تبقى للتاريخ وللامه، وحين كل واحد يعلم مكانه ومقعده ان شاء الله تعالى. كونوا على موعد معنا ان شاء الله. انا الاسبوع القادم ما خدامش، واتفرغ لعده سلسلات باذن الله، خديت عطله باش نتفرغ. الاسبوع القادم ليس هناك عمل، 10 ايام خاصه بسلسله مع نعيم، بسلسله شهادات وحاله شفيت، بهذه الخرافات واشياء اخرى باذن الله تعالى. وفي الترتيب كذلك لاشياء اخرى ان شاء الله تكون هي مفاجاه. ابشروا. أحدهم يكتب المنشور القادم بحول الله تساؤلات للراقب بخصوص قضايا تصويره للمصروعات المتكشفات، هل يدخل في نفع المرضى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، وأبني لك على ذلك أدلة، ولولا هذه المقاطع ما كان كثير من المعالجين، ولولا هذه المقاطع ما عم النفع عند كثير من الناس، وما تبين للأطباء النفسيين والجراحين، وما تبين لكثير من العقلاء الذين كانوا في بعد عن هذا العلم أن هذا الرقي حق، وما عرفوا حالتهم وحقيقتهم، لكن أن تكشف العورة لا، قد تكون زلة سقطة، فنستغفر الله، الكمال لله عز وجل، كل من يخطأ، لكن نقصد ذلك ونتعمده أبدا، فنحن حريصين على أعراض المسلمات، كل الحرص على أعراض المؤمنات بفضل الله سبحانه وتعالى. مفهوم، والشاذ لا حكم له، هذا من باب الفقه والأمانة والعدالة، فيجب أن يبين. يقول أحدهم الراقي المغربي العالمي هو عالم نفسه ومفتيها ولا يرجع لعلماء الأمة، وحينما أضع المراجع والفتاوى وأقوال أهل العلم ماذا تعتبر هذا أيها الغبي؟ وسامحني قلت لك غبي، لأنك غبي حقا، لسان حالي مثل مسلم الكذاب، أنا قلت غبي، ولكن وشبهني بكافر كأني أدعي كفرا وأروج إلى الأواطي الكفر، حتى تقول كذبت، هو يقول علي لسان حاله مثل مسيلمة الكذاب، يعني أنا حالي كحال ماذا؟ مسيلمة الكذاب. شتي شتي الضلالات، اقراوا هاي اشتيا، يعني هذه اخلاق القوم، هذه اخلاق القوم، انا كمسلم من كذاب. طيب ماشي مشكل، في ميزان حسناتي ان شاء الله. العلاج توفيق رباني او استدراج ايضا رباني، قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، بمعنى واسمعوا مزيان، الفقيه الفقيه العلامه ديالهم، مش نقول في حقه شي حاجه اخرى، قال نشوف واحد الاخ شنو كتب هنا باش نفهم انا مزيان. طيب خير ان شاء الله. قال العلاج يكون رباني، توفيق رباني، والاستدراج ايضا رباني، بمعنى يا نعيم هم دائما ينظرون اليك بالسلب مهما صنعت، انت موفق، لسان حاله يقول، لسان حاله يقول، اسمع لسان محمد يقول وفقت في الرقية وتشخص وتعالج يسر الله أمرك، لكن هذا استدراج. ومن الذي يعلم أنه استدراج؟ ما قول العلماء بين التوفيق والاستدراج مثلا؟ هو أن تضع
نفسك في الكتاب والسنة. أنا أرى نفسي الحمد لله رب العالمين، لا أزكي نفسي، أني أرجو الخير وأستحق الخير، لا شعوذة ولا شرك ولا كفر، وفي طاعة الله سبحانه وتعالى ومع الناس. ولكن أرادوا أن يحولوا كل نعمة. وحينما تجد المنشور تلقاك يعلقوا عليه 12 واحد جيم وجوج مشاركات وثلاث تعليقات، صافي يوقف هنا. فهمتوا؟ فهمتوا علي؟ طيب الاشكال ملي كتجي تشوف اللي جيم ديال شي وحدين وقع في شيطان مات، واللي كتب وقع في شيطان مات وفي شي مصائب، الله المستعان. والله العظيم هذا الوقت لا يستحقونه، اقسم بالله. الان تمدد ونشعل لي حاجه نترفه بها ولا نستافد منها ولا كذا وننعس، خير لي من نتكلم فيهم. ولكن للاسف، لكن حتى يفهموا الناس حقيقه القوم. سمعوا واحد اش كتب، سمعوا الاخوات، سمعوا الاخوات شو واحد اش نكتب. ولكن ها هو باش نوريكم، باش ماشي بغيت نتهرب من الكتابه، ولكن ما لا 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 ما بانش هذاك الشيء اللي واحد كتب هذا الكلام، كتب هذا الكلام باش تشوفوا، ولكن ما بانش لي في الاخير شنو كتب. كتب اختي الطيبه، اعلامي كم من شاب، ابن عمومتك او خالتك او جيرانك كان يفكر في التقدم لك تقدم لك وفي الزواج. ما الاخ الصبيه هذه ما بانش لي شنو كاين لتحت. شيخنا ربيع، بحكم تخصصك في خفايا الشياطين، سؤالي هاد شيخنا هي من باب الاستخفاف والاستهزاء، سمعتوا ولا لا؟ لأن الناس ينقصهم الأدب قبل العلم. سمعوا ماذا كتب. بعض الأخوات التي رقيتها أنت وهي على قناتك على اليوتيوب ممسوسة ولم تشفى مثلا، ولم يخرج منها الخنزير. سمع ماذا قال، سمع ماذا قال. سمى الذي فيها خنزير الذي يسكنها، تزوجت بأخ ملبوس فيه شيطان أسد. سمعتوا؟ فيه شيطان أسد، يعني أخت مثلا تزوجت وفيها خنزير، والرجل فيه أسد يستهزئ بنوع الجن أو بتشكل الجن أو كما يقول الجن أو كما يظهر من دلالات وعلامات الجن. اسمعوا، انظروا كيف يصورون وكيف يستخفون ويستهزئون بالمرضى، وهؤلاء يقول أنهم والله هم من أسقطوا الرقية. والمصيبة أن تبعينهم من البعض كيظنهم علامات وفهامات، ما نخرج فيه طول وعرض وما يهمنيش، لأن أنا أعتبره لا شيء، ما حصل شيء، لا أخلاق ولا أدب ولا علم ولا فهم ولا حتى قمامة. هذا الكلام يستخف بالناس بالدرجة، عيب يعني صراحة، حتى يشار إليه عيب. تسب الأخوات المرضى أو تسب حتى اللي كيعالج بهالطريقة يعني. اسمع ماذا قال، حرام صراحة يعني، ناس قلة أدب يعني، دل من الصحيفة صنع ما شئت. يقول ولم الذي يسكنها تزوجت بأخ ممسوس وفيه شيطان أسد، هل سيعيشان سعداء؟ علما أن علاقة الأسد بالخنزير دموية وكلها افتراس وحروب وقتل، كما نشاهد أحيانا على قناة جيوغرافيك. وماذا سينجبان كنوع حيوان؟ شو ماذا قال؟ وماذا سينجبان؟ شنو غيولدوا؟ ماذا شنو غيولدوا مثلا؟ هو قال ان هي عندها خنزير والزوج عنده اسد، شنو غيولدوا؟ شوف التصور كيف، شوفوا ذاك هو الضلال. هذا كلام يقوله انسان عاقل، فما ظنكم يكون كيعرف كيشم الرقيه؟ اسمعوا جيدا، حتى لا تقولوا كذبت عليه، هذا هو العالم ديالهم. اقسم بالله لولا انني كنخاف الله عز وجل بين سميته، هذا هو العالم ديالنا كيتكلم في اللايف هانت، حتى ما تقولش كذبت عليه. ها هو وقفوا اقراوا، ها هي شتيها ولا لا؟ ها هي نزيد نكمل لكم هنا باش تشوفوا شنو وقع والاشكال. هاي طيب، هاي ها تتم والتصويرة، حط التصويرة ديالاش، أسد ينقض على خنزير حتى يعضد ويقوي قوله يعني، ويبين لك الصورة ديال المشهد الدموي الذي سيكون بين الرجل والمرأة وبين الذي يسكن الرجل يسكن المرأة. الفقه التافه،
الفقه السافل. نكمل لكم باش تفهموا هذا العالم ديالهم، هذا العلامة ديالهم، هذا المرجع ديالهم ماذا يكتب. هل سيكون حيوان عادي نصفه أسد ونصفه خنزير كما سبق؟ وذكرت ذلك في حديث وعاء التمر، أي الحديث اللي ذكرته أنا وعاء التمر. مع ذلك الصحابي الجني الذي قلت عنه حقيقي الذي كان نصف كلب ونصف غلام، نصف غلام، أو احتمال يكون هذا المولود هجين، بما أنك تقول بالمس الموروث أو الوراثي. ما علاقة الموروث والوراثي بالهجين؟ وما علاقته بفهم الحديث الصحابي وجرم التمر وأقوال العلم في ذاك ثابتة صحيحة؟ هذا عالمهم. إذا كان الذي وكلوه بالكلام باسمهم هذا جهله، طالة علمه ومعرفته وثقافته وبحثه، فما ظنك من دونه؟ سلم، خلاص سلم. هؤلاء هم أعداء نعم ربي، بكل أقول لكم بكل برودة، هؤلاء هم أعداء نعم ربي، خلاص. هذا قائدهم وإمامهم يجلي هذا. أعطيكم صدمة أخرى. أحدهم وضع كيف تفك السحر، وهو من مجموعة البطالين الذين يحاربونني، اسمعوا جيدا. ثم لما وضع السحر نسي الغبي أن يزيل صورتي، أخذ صورة لي أنا أبطل سحرا وقطع رأسي من هنا، لباسي واضح، مكتبي واضح، وأنا أبطل سحرا، ونسبه إلى نفسي وكتب مقال حول إبطال سحر. أظن أن الملف الذي تجمع فيه صوري نسيت يا مسكين ووضعت صورتي، ما أنت الذي تبطل السحر؟ أم ليس عندك في رصيدك وفي خزانتك وفي صورة واحدة وأنت تبطل سحرا؟ وما وجدت في الإنترنت إلا صورتي؟ وليس لي في المقال يكتب موضوع حول كيف تبطل السحر وكذا وكذا، وضع صورة لرجل يبطل السحر ونسي أنها صورتي. صورتي لتعرف أن صورتي تملأ اليوتيوب، جوجل، ها، وعقولكم وحواسيبكم وهواتفكم. فهمتي ولا فهمتيهاش؟ والله العظيم ماشي كذا، حق اقسم بالله العظيم. طيب خير ان شاء الله تعالى. طيب احد قال لي من سلسله التفاهات نعم ربيع انه ترك، ان ابليس ترك عرشه هو سكن هذا المريض. هذه القصه عملوا عليها قصص، هو أنا ما قلت بهذا، كلهم يتكلمون حول هذا. أحدهم كتب لي، اسمع اسمع اسمع، لما تكون مباحثكم علمية فسنرد عليها بعلم محض، أما وحالكم كله خرافة ودجل وتكبر عناد، ما نضيعوش القرطاس على موكا. وبالله تبقوا معايا، مش متقولش انا كنكذب عليه. قراوة قراوة. واش تبع هذا كلام هذا؟ ما نضيعوش القرطاس على موكا. كلام انسان حباس، ولا كلام انسان كان سلقوط في صغرو، كان برهوش بهذا المعنى. شباع دورا في الزناقي، وشباع دورا في القهاوي. فهمتي؟ انا ما كنتكلمش بهذا الكلام. خلاص نقولوا اصلا القرطاس على الموكا، هنا غنوقف. والله العظيم شبعت. شبعت. واش بالله عليكم هذه اخلاق؟ بالله عليكم، واش بالله عليكم هذه اخلاق؟ وبلاتي شكون كتب لك؟ قال لك اذا ما تكون باحثكم علميا. انا جيت لا تبقاو معايا، الله يفتح عليكم، راه غيحمقوني الناس. انا بغيت غير نشوف اليوتيوب ديالي مثلا، لما كتبت عده امور عندها علاقه بالبحث العلمي، بمثلا بالادله الشرعيه، ما ردوش عليا، ما قدروش يردوا عليا. هو لما حطيتها على الفيسبوك علاش ما كيردوش؟ انا
جيت المراجع وجبت كذا في عدة أمور، وأنا سلسلة إن شاء الله تعالى حنا خدامين عليها بإذن الله تعالى. علاش ما كتردوش؟ قريت دابا وصلتني عند الإخوة شي 60 منشور، ما كاينش منشور واحد فيه بحث تأصيل لمسألة واحدة. شو المصيبة؟ أكثر من 60 منشور ما لقيتش منشور واحد فيه تأصيل لمسألة خلافية أصل لها أحدهم واجتهد وبين وقعد المسألة وترك لي الرد العلمي نهائيا. باختصار عقول فارغة. نتحداهم أمامكم وانتم تشوفون، أحدهم يأتي بالمسألة ويؤصل لها تأصيل علمي ويذكر الخلاف والراجح في المسألة ويدعني المجال أتكلم. خلاص انت غير حطها وجيب لي هي ولا نحط ندير لايف ونبدا نشرح. واش دو كلام ولا لا؟ كلهم اذا اخذوا المايك وتكلموا لا احد يتكلم بالعلم ويدعون العلم، ولا احد يرد عليك بالعلم ويدعون العلم، ولا احد ياتي ببحث ويدعون العلم، ويستخفون ويستهزئون ويتطاولون ويسبون ويلعنون. واش هذو هما اللي غادي يعني يحاربوك؟ واش نقول لكم؟ بصحتك وريوصل، فهمتي ولا لا؟ ما كنظنش هذو غادي يحاربو، هذو ما يحاربوش حتى جنين على الجن، جنين صغير جن ما يحاربوش، عابش غيحاربو جن، عابش غيحاربو عفريت شيطان مارد، ما حاربوش تا تنفسهم. وعلى أي أحبابي سمحوا لي عطلتكم معايا في هذه الليلة، والله شي أقسم بالله حسن ما عمرني قريتو، يلا قريتو، والله لا يستحق أن نرد عليه، والله العظيم لا يستحق أن نرد عليه، ولكن باش تعرفوا القوم كيف يفكرون ماذا يكتبون مستواهم هكذا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته والعمل على مرضاته. طيب لم نردك على الطبيب العسكري حين سخر ردك على الطبيب العسكري حين سخر الأستاذ من بعض مقاطعك. نقول لك علاش لماذا لم نرد؟ لا رديت عليه، لا رددت، رددت عليه وبينت، رددت عليه وبينت، رددت على الرد على العسكري، رددت عليه، بينته بأدب ونصحته ووجهته بإذن الله، مفهوم؟ أنا أخويا رديت عليه ما عنديش مشكل، بينت لي بإذن الله دون سب دون كذا، وهو يعذر لأنه بعيد عن الرقية، يعذر لأنه يرى من صورة طبيب، فوجب أن نبين له. أما هؤلاء هم معنا يدعون أنهم رقاة وأنه والله العظيم لا أحد فيهم راقي. سول العالم نعيم ربيع يقول لك راقي بفضل الله عز وجل، وأنا أقول أنا في البلد وأعرفهم ليس فيهم راقي، وإذا كان راقي فهو مدعي. وأقول لو جل لنا حالة واحدة من ألفها إلى يائها، لا أقول لك عشرة ومئة وألف، حالة واحدة، حالة واحدة وأنت تشخص وأنت تقرأ وأنت تبين منهجك في الرقية والمنهج اللي تريد أن تراه أنت صحيح ومعه الثمرة والعلاج، هذه هي مسألتي معك فقط، مقطع واحد تشخص وتبين طريقتك في العلاج وكيف وصلت إلى الثمرة وإلى العلاج، مفهوم؟ وما كاينش معامل، ما كاينش معامل إلا القليل وإلا من رحم ربك عز وجل. الصفايا قربات والغربة القرب، مفهوم؟ واللي حافظ يزيد يحفظ، واللي ما مراجع شيء يرجع يراجع، والحمد لله على نعمات الفهم، فهمت؟ طيب اسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم أن يجعلنا وإياكم هدى مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته والعمل على مرضاته، آمين آمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام وسليم، والحمد لله رب العالمين، تصبحون على ألف خير. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. سامحونا إلى ربما قللنا الكلام، خرجوا لنا شيء كلام يعني، لكن نقلت الكلام الذي كتب، ربما كان ردي على البعض قاصح وجارح، لكن حتى يلزموا غزهم ليعرفوا حالهم ويعلموا مكانهم. وهم بالنسبة لي، يقول بالنسبة لي أنا، والله إني لا أحمل همهم، وكلهم بلوكيهم، الحمد لله الحمد لله، غسلت يدي منهم 7 مرات إحداها بالتراب بفضل الله عز وجل. لأنه يعني يقول الكلب إذا دخل لعابه النجس فهل صلاتها صحيحة؟ أقول لك أنا غسلت يدي 7 مرات إحداهن بالتراب من كثرة ما صافحت يدي تلك الأيدي التي ربما ليس لعابها كلعاب الكلب، بل هي ربما أنتن من الجيف. وصلى الله وسلم وبارك على نبي، ماشي كلها، لكن نتكلم على النفوس الخبيثة. مش من نحترم الرجال وعز وقدر أهل السنة والجماعة والأحباب، لكن نتكلم على أصحاب النفوس الخبيثة، أصحاب المكر وأكثر من وجه، وأصحاب النفاق. ولا أخاف من أحد، واللي كيعطيني شي حاجة يخليها عنده، مفهوم؟ واللي قدر يأذيني بشي حاجة غير يوصل. كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، كيدوني جميعا، لكن كيد ليس حق. والعاقل الكيس والفاطن اللبيب يعلم أن نعم ربيع ما أساء وما ظلم، ولا يخشى إلا الله. فأعدوا العدة، فإني لا أخشى إلا الله عز وجل، وأعاملكم بالحلم وبالرحمة، فلو تجاوزت هذا أكل الأمر كما يقال غير ويسهل علي، لكن ألزم نفسي بالشرع. أنا لست أنت، أما أنت صفر، خالي من المعرفة في أمر الدين والدنيا والآخرة، خذ مني. إيه وهذا هو اللي كاين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نعم الإخوة والأخوات، من اليوم شيخ الرقية الشرعية، أمير الرقية الشرعية، ملك الرقية الشرعية، الباحث في الرقية الشرعية، المجتهد في الرقية الشرعية، السيف المسلول في الرقية الشرعية، العالم الفهامة في الرقية الشرعية، صاحب الكرامات في الرقية الشرعية، صاحب الأنوار والبركات في الرقية الشرعية، صاحب الدعوة الجن إلى الهداية والإسلام في الرقية الشرعية، صاحب الإعجاز في شفاء الحالات المستعصية في الرقية الشرعية. جلدهم غير بشي لما تكسبها، وتكسب حتى نعيم ربيع، أقسم بالله هو الرعب، وهي الكوابيس، وهي الجنون، وهي الحماق والتسطية. هذا هو اللي مرضهم. كثروا كثروا كثروا، ماشي مشكل، بغاو هذاك الشيء. انا كنت انا وقف عند حدود الله. اما واش غيمنعني من نكتب عنوان؟ واش كنخافك انت نكتبها؟ هل يضروني؟ حل قناه وبين لك تي واعر، حل قناه وخرج هذاك تي معلم، حل قناه وحط الحاله وقولها انا ذا، صح ولا لا؟ يلا بسم الله ورينا، احنا نستافدوا منك، انا بغيت نتعلم منك، يا ربيين. هذا هو اللي كاين. سبحان الله وبحمدك، شنو قلنا؟ استغفر الله وخلوا شو الناس. سبحان الله عطناكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلوا قنوات اخوتنا اخواتنا، حلوا قنوات وسميوها رقيه الباحث. كل واحد خصها شي اسم يكون هوليودي، تحل قناة باسم يكون هيتشكوكي، تحل قناة بشي اسم يكون مزلزل عابر للقارة، صاروخ. قناة أمير الرقية، قناة الرقم واحد في الرقية الشرعية، سمي. أنا أقسم بالله هذه السكاكين والرماح والسيوف، وقول له ديك الساعة قول له جي عندي نسميك
معلمش عندي، غش يقول لي علاش. انا حينما اتكلم معك اتكلم بادب الشرع، اما لا احد له قدره علي وطاقه علي ابدا. والحمد لله مقاطعي تصل بفضل الله عز وجل دون دعم، ما كنتخلصش عليها، تصل الى الناس. علاش؟ لان فيها الماده التي يحبون بها يستفيدون، فهمتي؟ بفضل الله سبحانه وتعالى. امبراطور، نعم اخي واسيم، كتب امبراطور، كتب المعتمد، كتب السفير، كتب ملك الرقية، كتب شوف حلو قنوات وفي المنشورات وفي المقالات. احسن رب هو هاد الاسماء، وفي اللايف كثروا منها، حيت ملي كيدخلوا يطلوا تجيهم تقفقيفه، تجيهم السكته القلبيه، صافي هذا هو اللي كاين. فين كاين المشكل؟ واش هما غيخلصوا علينا؟ واش هما ساجنيننا؟ كنتواضعوا حنا لله عز وجل، كتكملوا بالشرع. ملي غيدعوا لنا حنا مجموعه ديال 15 و20 و30، وكل مره باغيين يجي يستقطبوا رقاص من المغرب. اذا كانه من معهم هو الذي على السنه، ومن يخالفهم سوف نرميك، كن معنا والا حاربناك انت، كن معنا لتكون ضدنا يا عمران بيه. شي الحرب كيفيه؟ كن معنا لتكون معنا ضدنا يا عمران بيه، لانه هو الضال المبتدع، ومن معنا هم على السنه. واقول والله مجموعه فاشلين، الا الاخوه اللي مغرر بهم ما فاهمينش، وحتى ذاك اللي ساكت وعارفهم على الباطل وعارفني انني انا مظلوم وساكت، فوالله انك تلبس لباس الزور يوم القيامه تحاسب، يوم القيامه تحاسب. وقبل يوم القيامه لن ترفع لك قائمه في الدنيا، لانك آثم غشاش. الاطباء والله ملقب عن مشكل، اقسم بالله ملقب عن مشكل، لان بغض النظر على التخرج تاعو نقيسهم لانهم عقلاء، حينما نخاطبهم بالعقل ما تلقاش مع مشكل. والله العظيم جلست مع احدهم وقلت له في الرقية الشرعية، انتم تعرفون الرقية الروتينية الكلاسيكية، انا عندي ما يثبت بالدليل الحجة. قال لي كيف؟ قلت له عندي أبحاث لأطباء في كندا، في أمريكا، في أوروبا، في المغرب، أنهم أقروا بوجود العلة كذا وكذا وكذا لعدة حالات. قال لي وبعد؟ قلت له ولكن بعد التجربة الرقية واعتراف الجن تبين علميا أنها قد اختفت. قال لي هل هذا كلام صحيح؟ قلت له نعم. قال لي أريد أن أجلس معك وأعرض عليه الأدلة. قلت له مرحبا بك. فما وجدت معه أي مشكل طبيب، ما وجدت معه مشكل، ما وجدت معه أي مشكل. واحد جوج ثلاثة وصلنا. عندنا كثير من طبيب نفسية، الطبيب النفسية اللي كانت عندي اليوم من الجزائر 25 سنة وهي طبيبة نفسية، وجدت عندها ما عندها، سمعتم حالتها اليوم. وهناك طبيب من فرنسا سبق أن تعالجت، ومن بلجيكا، وأخت طبيب نفسية تريد أن ترجع الآن تعالج عندنا، تتصل الآن هي طبيبة نفسية، ما وجدت معها مشكل. طيب والمشكل مع من؟ مع من؟ مع واحد الإنسان اللي ما عرفوش حتى الدار اللي كتلصق معاه ما كتعرفوش، يسألتني في الدرب ديالو ما كيعرفوش. ولكن لأن كنتعامل مع المجاهيل في الإنترنت، راك واحد كيتكلم باش ما بغى. هذا هو اللي كاين. سميو كثروا من الاسماء. دكتور الرقي الشرعي، لا دكتور، كل واحد يكتب واش هو، كتب اي عنوان وحده نعيم ربيع، ودع المحرك يشتغل عليه والقناه تشتغل عليه، واكد الاسم بالمقاطع، ما كاينش مشكل. فهمتوا ولا لا؟ ما كاينش مشكل. ومن يقول خلاف هذا قل له اسال جوجل واسال يوتيوب، اسال كذا، من هو الذي عليه المحرك نعيم ربيع؟ انا ما كندعيش نفسي، والله العظيم انا خدام ديالكم كاملين، ما كندعيش نفسي، ولكن غير باش في هذا المقام باش الاخرين يتادبوا ويفهموا شنو كاين. هذا هو اللي كاين. فيلسوف الرقيه الشرعيه ما كاينش مشكل. انا عندي فلسفتي خاصه، عندي فلسفه ديالي خاصه مع الجن، وتؤتي اكلها باذن الله، وكل جن عندي معاه فلسفه، عندي معاه رؤيه، عندي معاه حكمه، كتب حكيم
الجن حكيم الرؤية الشرعية في كل المشكل، يؤتي حكمة من يشاء بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن يقول خلاف هذا قل له أبني لك على 100 و200 و300 و400 و500 و700 و1000 مقطع وأكثر من 1000 مقطع، وفي كل المشكل ليس عندي أي إشكال، مفهوم؟ ليس عندنا أي إشكال. طيب الآن على التو نعطيكم مفاجآت، الآن على المباشر جابوا لي الإخوة بعض المنشورات، أنا ما عنديش بلوكيهم. والله حتى داك الشيء ديال الأفلام، داك الشيء ديال الجزيرة، صار الجزيرة مباشر، أنتم تضحكوا. الإخوة أرسلوا لي الآن بعض المنشورات الآن كتبت عندهم، أنا والله ما هم عندي، أنا بلوكيهم. اللي حاضر يعطيني إشارة، لما سمعونا كنتكلموا الآن وضع الجواسيس ديالهم، لما سمعوني كنتكلم كتبوا كلام في جهة أخرى، غادي يضحكوا. اللي موجود عند الإشارة. اسمع ماذا كتب أحده، قال لي قال لي لا يزين لم جبكري، لو كان عندك العلم لردنا عليك بعلم، ولكن ضيعنا معك الوقت، الله ياخذ فيك الحق، القرطاس في فوق. وماشي ترد عليا بعلم، ما عندكش العلم باش ترد عليا، نتحداك ما عندكش العلم باش ترد عليا، ما غتقدرش، سبقك ما سبقك ما تقدرش، والله ما تقدر، تحداك ما تقدر. وكيدعي عليا الله ياخذ فيك الحق، ضيعنا معك الوقت. هل اعلنوا حسابه دابا صافي دابا يعني استسلمتي؟ انا قلت لك ما تستسلمش، لك انت راجل ما تستسلمش، من غدا دير سلسله ولكن علميه، سلسله علميه في الرد على المخرف نعيم ربيع. انا اقول لك سميها السلسله العلميه في الرد على المخرف نعيم ربيع، ولكن بشرط للامانه، جلل الخرافه وابني عليها بالدليل وبالحجة بأقوال أهل العلم. وحينها أنا أصعد وأقول أستغفر الله، ظهر الحق على يد فلان، كنت مخطئ، كنت ظالم لحق العباد وظالم لحق نفسي وظالم للقرآن والسنة. فهمتي؟ ماشي كنقول لك تراجع، نقول لك لكن بأدب. النقد البناء هو دعم لي ولك، لكن بأدب. فهمتي ولا لا؟ أما باش تقول لي القرطاس في فوكا ولا في فوق، هذا الكلام انا ما كان، انا اصلا ما عرفتش نقرا لان ما عنديش في العقل ديالي. وقال لك لازم لم جيب كري، واخويا احنا ما كندعيوش، كنقولوا ما كنقولوا لا جمال ولا، احنا كان الجمال جمال الخلق، حيت اللي غادي يشوفك انت غادي يحسابك عيشه قنديشه من الاخر، لو على حسب الاساطير الاولى ما مشتها، ولكن الله قال الشرط الزق كانه رؤوس الشياطين، الله يضرب المثل، كأن الناس استقر في عقول الناس أن الشياطين رؤوسها كذا لأنها تخيف. أنا نقول لك اللي غادي يشوفك بعدا يظن أن فيك شي حاجة. الحمد لله احنا ما كندعيو حتى حاجة، ولكن هذا ربما على حسب الرؤية ديالي أنا، باش تسب الناس ما يمكنش تسب الناس، فهمتي ولا لا؟ فالزين زين الأخلاق وزين الجمال، اللي يقول هذا غيقول السيد ربما ما شاء الله عليه ولا في ما كيبان ليه والو. نحترم السنة أي نعم، نحترم الأخلاق أي نعم، نحترم الرجولة أي نعم، ولكن ما بانش لي أنا تصورتك ربما هي كاينة، ما بانش لي أنا، ما نطلب الله تعالى يعطيك النور يوم القيامة، لأن في الصورة كاين الظلام على أي. يقول مرحبا بين يديك كلامي وحسن. طيب واحد كتب لخوه من هادو اللي كنت نقول المنشور ديالهم، قال لي وسير تنقي الجلبانه خلينا نعسو ما كاينش معاه من، ودابا هذا كلام قلت لكم عيالات كينقيو الزرع، نسيت كينقيو الجلبانه، اش الغبيه صاحبي، ما كينقيوش الزرع، ديما كنقول لكم نقيو الزرع، ضبطوا معايا
كينقيو الجلبانه. خطا، اسمحوا لي بزاف. قال كسب لصاحبه هنا، كسب والله الا كسب لصاحبه. سير تنقي الجلبانه، سير تنقي الجلبانه، خليني نعسو ما كاينش معاه من. ها ها ها، هؤلاء هم القوم. طيب والله العظيم كنقرا ما كاين حتى حاجه. أنا لا أقرأ هذا لأن حوارات فيما بينهم لا تخصني، لهذا ما نقلتها. على أي أحدهم كتب الرسول لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الوحي، فالوحي انقطع أم أن ربيع رسول من الله بدأ حتى في بلداء حتى في الردود؟ ومن قال أننا نحن نقول أني رسول، أو أحد مثلا يقول على أني رسول؟ ما هذا الكلام؟ ثبت العرش ثم انقش، تخلقون فتن وتبنون عليها حكما وهي غير موجودة أصلا. ثبت العرش ثم انقش، يعني البينة على المدعي. أنت باغي ثبت عليها جرم لست صاحبه، بين قولي ثم ابني عليه. اما انك تقول كلام من عندك، استنتاج من عندك، ضلال من عندك، وتاكد وتلصق لي ثم تبني عليه، هذا هو الضلال بعينه. يعني ما كاينش معاه من خلى هذاك. قال لي سير تنقي الجلبانه، خلينا نعسو ما كاينش معاه من. واخويا راه خصكم تنقيو الجلبانه وتنقيو روسكم من القمل، وتنقيو سنانكم من السوسه، وتنقيو عينكم من العمش، وتنقيو شنو اخرى تاني، تنقيو بزاف. خصكم تنقاو في كل شيء، خصكم تنقاو من كل شيء، والله العظيم خصكم تنقاو من كل شيء. ايوا هذا هو الواقع. خلينا نعسو دابا. قلت لكم كاين السهره، فوجنا شوية وصافي. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حياكم الله ودمتم طيبين، بارك الله فيكم. فقط هذه أخلاق من يسبوننا وينعتون بالجهل، لا أحد منهم يتكلم بعلم، خذوها مني فقط. يضعون العلم كعنوان كغطاء كشعار، لا أحد يجرأ على أن يحرر مسألة علمية في مسألة الرقية الشرعية. لا أحد يجرأ يستطيع أن يحرر مسألة واحدة في الرقية الشرعية، وأتحداه. والبحث بيننا والميدان بيننا والواقع بيننا. إن كنت فحلا رجلا مقداما فجلي بحثك وعلمك. والكاميرا كم نظر، كل واحد عنده جوال وعنده فيه كاميرا، وبينوا اصل علميا وحر علميا وبنيو كذا. والعيب علينا اللي تنحينا ديك الساعه ما رجعناش، نسمعوا لك مزيان ونعرفوا فين كاين عندك المشكل، الشبهه اللي كاينه عندك والخلل فين كاين عندك، وان شاء الله نرموه ونبنيوه. ولكن تخاف تقزم ديك الساعه، غتشد الحجه من لسانك وغادي تقزم. يعني ما غنشدها ونبنيها ونأصل عليها وكذا، غادي نعذبك نرجعك قزم. ولكن منشور كتكتب فيه جوج كلمات سطوره والاخرين كذا، مجموعه كتنقيو الجلبانه. واش عندي انتوما؟ قلتو كتنقيو الجلبانه. انا ما كنقيش الجلبانه، انا انقي الابدان من الجن والشياطين.
انتم كتنقيو الجلبانه، انا الجلبانه ديال الخدامه الحمد لله كتنقيها ليا، مفهوم؟ لاني حتى اكون في خدمه الناس وناس يخدموني من جهه، ونتعاون على البر والتقوى باذن الله، هي تعاونني ونعاون وهكذا. اما انتم كتنقيو الجلبانه، اذا انتم اخذتم وظيفه النساء، والنبي كان في خدمه اهله، ولكن شتان بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبينكم. مش ما نطولوش بزاف، طولنا بزاف. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على محمد رب العالمين.